بدأ المواطنون في مدينة رفح رحلة النزوح مجددا، خاصة الأحياء الشرقية، في ظل يعني التهديدات والقصف الإسرائيلي العنيف على مدينة رفح. وين رايحة؟ نازحين والله، قالوا لنا قوات الاحتلال انزحوا من بيوتكم وطلعونا من بيوتنا وسبنا كل حاجة ورانا. والله مش عارفين وين نروح، تايهين، والله تايهين، ما نعرف وين نروح. ورموا مناشير ومن الصبح احنا قاعدين، رموا قدايف برموا طول الليل قدايف وخبط، وهنا طلعنا من دورنا والله يعلم انه بدنا نروح. وين تروح العالم هذه؟ واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا ألف، ألوفات ملايين، وين تروح يا عالم؟ وين؟ وين يروح العالم هذه وين؟ مش حرام هذا كله؟ رسالتي للعالم، حسوا فينا، احنا اطفال ومش من حقنا هيك نعيش، يعني احنا اكثر من 10,000 طفل استشهدوا، احنا مش ارقام، احنا بشر، وان كثير احلام نفسنا نحققها. هنا اوضاع صعبه في بلده الشوكه وفي كل المناطق الشرقيه لمدينه رفح بعد الاختراقات الاسرائيليه للمواطنين باخلاء منازلهم، العشرات من العائلات بدات بإخلاء يعني منازلهم خوفا من عمليات القصف الإسرائيلي، خاصة مع التجارب السابقة التي حدثت في خان يونس وفي مدينة غزة، لذلك الناس تنزح ولا تعرف إلى أين تتجه في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة. لكن ما يقلق المواطنين هو ربما تبدأ إسرائيل في تنفيذ العملية العسكرية البرية يعني بشكل مبكر، وهذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا من بين المدنيين الأبرياء. إبراهيم قنا من منطقة الشوكة شرق رفح، قناة الغد. جيت من رفح الشاردة هنا، ما لقيت مكان هنا، بقول لك كمان اطلع، أنا من عارف نروح، أقسم بالله من عارف نروح، والله العظيم من عارف نروح، ده هود عديك هود الفول، وهني كمان بقول لك مش هني مستشفى ميدان والحكومة لا 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 تكمل ايه الصوار ورمى مناشير، الناس تهدت، كل الناس كلها اللي تهدت. يعني نزحنا اثناء دخول اليهود الى معسكر خان يونس الى مدينه رفح، عشنا حياه النزوح بحذافيرها، ما بين قطع الكهرباء، ما بين قطع الغاز، ما بين قطع الكاز، ما بين العوده الى تراث الاباء، افران الطينه، النجاه بانفسنا وباطفالنا وباولادنا من القصف اللي احيانا يكون قصف عشوائي بتقي منه مئات الشهداء. طلعت من وين؟ انا طالع تحت النار. في امان؟ وين الامان؟ امان انه بقول لك ايش هو الامان؟ الامان انا اقعد في بيتي، ارجع على داري، هاي الامان. الامان انا اتشقت كل يوم من مكان لمكان زي البس بولادها، قاعد بتشحطط، قاعد بترجف هذا على نتفه مي وعلى هذا اكلها كلها وعلى هذا عكبونه. هذا هو الامان؟ معييه 70-80 سنة وهو كاتم على انفاسنا، مش عارفين نعيش احنا من الاحتلال، احتلال ارهابي نازي، لازم هو اللي يندحر، مش احنا اللي نضلنا نتنقل. هو هدم البلاد، المفروض كمان هو اللي يعمرها، مش كمان دول ما رح تقعد تعمر لنا، بكفيهم 9 حروب ورا بعضهم، وكل بحف وبزف اليهود وبجيبوا لنا مساعدات، اصلا مساعدات بدناش اياها، حلوها من الاساس، مش يوقفوا بس الحرب، لازم تقوم دولة فلسطينية وتنحل القضية من الاساس.